بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 13 الجزء الأول Listeria monocytogenes، بكتيريا اسمها Listeria monocytogenes. في نهاية هذه المحاضرة حنعرف المورفولوجي والكلتشر لهذا الأورجانيزم، حنعرف الباثوجينيسيس، ثم حنعرف الديزيز. أذكر بالباسيلاي اللي قلنا عليها لما نسبقها بجرام ستين تعطينا جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف ونوت ستين. احنا موضوعنا اليوم هو كله جرام بوزيتيف، ففي الجرام بوزيتيف باسيلاي حتى في نان سبور فورمينج وفي السبور فورمينج. النان سبور فورمينج فيه كمان ايروبيك وفي ان ايروبيك. الايروبيك هو عباره عن الكوراني بكتيريوم ديفتيري وخلصنا منها، والليستيريا اللي حنخلصها ان شاء الله، ثم بعدها كده حننتقل للان ايروبيك اللي هي لاكتوباسيلاي. السبور فورمينج زي ما قلنا هم فقط معنا اثنين، في واحدة ايروبيك وواحدة ان ايروبيك. الايروبيك اللي هو الباسيلس والان ايروبيك اللي هي الكوليستيريوم. تعالوا الان نشوف الليستيريا مونوسايتوجينز المورفولوجي اند الكالتشر. بالتاكيد هي شبيهه بالكوراني بكتيريوم ديفتيري، فبالتالي هي جرام بوزيتيف باسيلاي وبتترتب في شكل شورت تشين نان كابسوليتد لكنها موتايل، وهذه أول بكتيريا أتكلم عليها موتايل. بالتأكيد هي نان سبور فورمينج. البكتيريا دي الليستيريا عندها القدرة أن يحصل لها مالتيبليكيشن في الريفريجيريتور at 4 degree centigrade، وهذه صفة خاصة بالليستيريا مونوسايتوجينز. الباثوجينيسيس كيف يحصل الباثوجينيسيس؟ أول أمر الديزيز اللي حتعمله بنسميه زونوتيك ديزيز. ما معنى زونوتيك ديزيز؟ معناه أنه يصيب الأنيمال، وان الانسان ينصاب فيما بعد بالكونتاكت مع الانيمال، سواء كونتاكت باكل او كونتاكت مثلا بفيسس ولا وات ايفر، لكن الاساس زونوتيك يعني انها تنصاب الانيمال في البدايه وينصاب الانسان فيما بعد. الليستيريا دي موجوده اساسا في الانيمال، موجوده في السويل، موجوده في البلانتس. طيب كيف حيحصل الباثوجينيسيس؟ انه شخص تعرض للكونتامينيشن، يعني مثلا في بقره اصيبت بالبكتيريا، او مثلا ماعز أصيبت بالبكتيريا عبر الملك أو عبر الكونتامينيشن للأنيمال فيسس. الأورجانز ده عنده قدرة أنه يعمل إنفيد للمونونيوكليار فاجوسيتك سيل، فيخترق المونونيوكليار فاجوسيتك سيل. لما تدخل البكتيريا إلى داخل السيلز هي بتيجي طبعاً تدخل فاجوسوم. لما تدخل فاجوسوم اللايسوسوم جرانيولز تيجي ترتبط معها. البكتيريا عندها قدرة أنها تطلع الستيريولايسين أو، بيروح بيعمل لايسس للممبرين حق الفاجولايسوسوم ويخرج يحصل له انفيد، وبالتالي يحصل له سكيبينج من الفاجوسايتوزيس، وهذه النقطة الخطورة اللي فيها. تعالوا نشوفها كيف حيحصل بالضبط. هذا الفاجوسوم اللي دخلت جوه البكتيريا، وزي ما قلنا زي ما انتم شايفين الفلاجيلم هي موتايل، وهذه اللايسوسوم التصقت بها. البكتيريا هنا بتروح بتطلع اللي هي الستيريولايسين انزيم، فيروح يكسر ويعمل للممبرين ده وتخرج البكتيريا. فلما تخرج البكتيريا خلاص البكتيريا هربت من الفاجوسيتك سيل، وبالتالي استطاعت انها تهرب من الفاجوسايتوزيس. طيب النقطة المهمة اللي يسألوا فيها الناس، كيف حتنتقل هذه البكتيريا من خلية لخلية بالنسبة للإنسان؟ حتنتقل كالآتي، حيحصل حاجة بنسميها الانتراسيولار ترانسميشن عن طريق حاجة بنسميها الاكتين بولمرايزيشن. انه الاكتين عبارة عن فيلمنتس، هذه الفيلمنتس تعمل بوشنج للبكتيريا بحيث انها تنتقل انتراسيولار ترانسميشن لبكتيريا ثانية، وهكذا من بكتيريا لبكتيريا عن طريق الاكتين بولمرايزيشن. هنا نقطة مهمة عايزين نتفق عليها، لما نقول انتراسيلولر واضح ان البكتيريا دي انتراسيلولر، اذا من المسؤول عليها كجهاز مناعي؟ السيل ميديت اميونيتي هي المسؤول الاول لانها انتراسيلولر، فبالتالي الهيومرال اميونيتي دورها هنا دور ضعيف. الاساس الدور الاساسي اللي هو السيل ميديت اميونيتي عشان يتخلص من هذه البكتيريا. اذا على اثر هذه المعلومة المهمة تعالوا نشوف الديزيز. الديزيز اللي حتحصل كالاتي، مش حتحصل الديزيز في الحقيقة الا اذا حصل سبريشن للسيل ميديت اميونيتي. لو حصل سبريشن للسيل ميديت اميونيتي حيحصل ديزيز نسميه ليستيريوزيس. متمثل في ايش الليستيريوزيس ده؟ متمثل في الاتي، انه مثلا بريجننت وومن حصل لها كونتامينيشن بالليستيريا، الاورجانيزم عدى الى الترانس بلاسنتال، وصل للفيتس، عمل حاجه بنسميها الانترايوتراين سيبسيس عبر الجرانيولوما، بالتالي حيحصل ابورشر او ستيل بيرث او بريماتور ليبر.
اذا اول ديزيز، ودي طبعا كبريجنت وومن هي بتعتبر اميون سبريست، فحصل ديكريز الميديت ابيليتي وبالتالي حيعقبوا قضيه الابورشن وستيل بيرث. الديزيز الثاني اللي هو اذا حصل ديكريز في السيل ميديت ابيليتي حيحصل اكيد البريجنت وومن حيحصل لها كونتامينيشن، الليستيريا حتنزل ترانس بلاسنتال، حتعدي مع الفيتس دليفري نيونيت، حيحصل نيونيتال مننجايتس. الديزيز الثالث انه اي شخص اميونو كومبرومايز بيشنتس بالتاكيد السيل ميديت ابيليتي حتقل وبالتالي ممكن ينصاب بالمنينجو انكيفالايتس. هذه الديزيز الثالث. الديزيز الرابع انه حصل حيحصل جاسترينترايتس دياريا وفوميتنج نتيجه للانجشن لاي حاجه كونتامينيتد بالليستيريا. كنت معكم فيما مضى من الوقت حول الليستيريا مونوسايتوجينز، تكلمنا عن المورفولوجي اند الكالشر، تكلمنا على الباثوجينيسيس، ثم تكلمنا على الديزيز. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.